هذا وكان تشيلسي قد تكبد رابع خسارة له هذا الموسم بعد انهزامه أمام ضيفي كريستال بالاس بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة 30. استغل توتنهام سقوط متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز ليقلص معه الفارق إلى 7 نقاط بعد فوزه بميدان بونلي بثنائية. لا أحد ينكر أن أرقام كونتي مع البلوز هذا الموسم أصبحت ترعب الخصوم. الرجل الإيطالي الذي سجل 22 انتصارا لحد الآن استقبل كريستال بالاس وعينه على فوز جديد. الإسباني سيسك فابريغاس رحب بالضيوف وأكرم وفادتهم بهدف مبكر. فرحة أبناء العاصمة لم تدم طويلا وزها تكفل بتعديل النتيجة بعد 4 دقائق. هكذا احتفل الضيوف بهدف التعادل وامتدت فرحتهم بعدما وقع بنتيكي الهدف الثاني بهذه الطريقة الجميلة. كونتي تسمر واقفا في مكانه وانتظر ردة فعل من لاعبيه، لكن لا كوستا ولا بيدرو تمكن من تعديل النتيجة. المد الأزرق تواصل في المشهد الثاني، لكن الحظ عاند كوستا مرة أخرى ولم ينجح في هز شباك الضيوف. كونتي تدخل وطالب لاعبه بالضغط أكثر، لكن رأسية هداف البلوز لم تجد طريقها إلى الشباك أمام حيرة جماهير ستانفورد بريدج التي بقيت تتفرج على فريقها وهو يتلقى الخسارة الرابعة هذا الموسم. أعتقد أننا نستحق التعادل على أقل تقدير، لا أقول فوز، لكني أتصور أننا خلقنا العديد من الفرص وسيطرنا على المباراة ضد فريق قوي في الحقيقة ولديه لاعبون جيدون. نعم إننا نشعر بالأسف، لكنه لم يكن يومنا. عكس تشيلسي، النادي اللندني الآخر توتنهام عاد غانما من رحلته في مواجهة بيرلي بعدما سجل انتصارا رابعا على التوالي بثنائية افتتحها إيريك داير في الدقيقة 66 وعززها سون هيونغ مين بهدف ثان جعل فريقه يقلص فارق النقاط إلى 7 عن تشيلسي المتصدر.